طيب إذا تأخر الرجل عن صلاة المغرب والإمام يصلي صلاة العشاء فهل هو يصلي مع الإمام وكيف صورتها؟ له ثلاثة أحوال، له الأفضل أن يصلي وحده المغرب ثم يلحق بالإمام، وشيخ الإسلام يرى أن إذا أقيمت صلاة العشاء فإنه يدخل بنية العشاء، فإذا سلم مع الإمام قضى بعد العشاء المغرب. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار موفق، ومن أهل العلم من قال يدخل بنية المغرب، فإذا صلى الإمام ثلاث ركعات جلس، إما أن يسلم قبل الإمام وإما أن ينتظر الإمام حتى يسلم فيسلم معه. نعم. بارك الله فيك شيخنا.